الارزيولوجي الانسكريبشن ابيجرافي المصفوفات او العمله او الرموز دي خلصناها المحاضره اللي فاتت. النهارده هنبدا في الليتي ريسورسز المؤرخون وكتاب التراجم والسير والنقباء والشعراء والكباب والفلاسفه وكتاب المسرح سواء تراجيدي او كوميدي وعلم دراسه الاساطير. احنا عارفين ان المصادر دي بنعتمد عليها اعتماد اساسي المفترض ان يدرسوها طلبه التاريخ والاثار والارشاد السياحي باستثناء الارشاد السياحي بسواء اللغه الانجليزيه اما التاريخ والاثار باللغه العربيه. والمفترض ان الاثار زي ما قلت في اول محاضره الاثار لابد ان يلمها كل قارئ تاريخ لان ده حجر الاساس اللي بنوضعه في قراءه التاريخ عشان نقدر نعرف احنا ماشيين ازاي ونقدر نثق في المعلومه او لا نثق فيها من خلال لما نستكشف عن المصدر بتاعها اللي جاي منه المعلومه. هنبدأ بأول حاجة في الليتي ريسورسز قلنا الفرق بين الاثنين المصادر الوثائقية القاطعة والجازمة في الحدث التاريخي غير قابلة للشك أو الاحتمال. قلنا المصادر الأدبية بنتناولها بحذر نظرا قلنا إن دي قاطعة وجازمة ودي بنتناولها بحذر يبقى اللي هنتكلم فيه النهاردة ما نتناوله بحذر المصادر. بحذر يعني إيه؟ يعني ما فيهوش يقين. كون إن أنا أتناول شيء بحذر يعني انا شاكك فيه. نتناول شيء بحذر معناه ان اليقين فيه ضعيف. لكن مش معناه ان احنا نجهله ولا معناه ان احنا نهمله. لابد ان ناخذ بالنا. نقراه ونطلع عليه ونحلله. لكن ناخذ به او لا ناخذ به ده شيء بيرجع لنا احنا على المستوى الشخصي كدارسين وكباحثين بيرجع لنا احنا. لكن ما نقدرش نهمله، ما نقدرش ايه؟ نهمله. اول حاجه المؤرخون وكتاب التراجم والسير. المؤرخون عندنا كتير من المؤرخون زي هيرودوت وزي بليديوس وزي بلوكيوس وزي بلوتارخوس وزي ديودورس خلص وزي تاكيتوس. كل المؤرخين دول مؤرخين قدامى، مؤرخين قدامى. المؤرخين القدامى دول المؤرخين القدامى دول دول عباره عن ناس وارد ان يكونوا عاصروا الحدث وارد ما يكونوش عاصروا الحدث لكن ايا كان هم كتبوا. طبعا انا جايب المؤرخين القدامى معايا مش اشخاصهم كتاباتهم. عندنا هيرودوت هنبدا بيه وهنشوف كل واحد قايل ايه ونحلل قوله. وانا اديت لكم فكره شفهيه المحاضره اللي فاتت عن بعض كتابات هيرودوت بعض اراء هيرودوت عن المراه المصريه. مش المراه المصريه بس اتكلم عن مصر اتكلم عن جوانب كتير جدا. ده كتاب هيرودوت نسخه اصليه باللغه اليونانيه بتاعته. ده نسخه اصليه بس دي صوره منها يعني كوبي منها يعني مش الاصليه. دي باللغه اليونانيه ومكتوب في العنوان اهو لو تشوفوه هيرودوت ماشي. هيرودوت ألف 9 كتب. ده كتابه الثاني ثاني كتاب ليه خصصه عن مصر بعنوان هيرودوت يتحدث عن مصر في كتابه السابق. هيرودوت مؤرخ قديم عاش في القرن الخامس قبل الميلاد. هنشوف تفاصيل عنه ونشوف مين هيرودوت. ده النسخه الاصليه اللي هي اللغه اليونانيه. دي النسخه الانجليزيه بتاعت هيرودوت النسخة الإنجليزية ترجمه أستاذنا الدكتور محمد صقر خفاجة إلى اللغة الإنجليزية أستاذ الله يرحمه في جامعة القاهرة قسم التاريخ ماشي. دي النسخة العربية برضه ترجمها الدكتور محمد صقر خفاجة. دي النسخة العربية. الكتاب الوحيد اللي ما يلتزمش بالصفحات كتاب هيرودوت. الكتاب الوحيد في العالم اللي ما بيلتزمش بالصفحات. امال بيلتزم بايه؟ يلتزم بالفقرات. في ارقام اهي ممكن الفقره تاخد اربع صفحات، ثلاث صفحات، نص صفحه، ممكن الصفحه تاخد صفحتين او ثلاثه. وهو رقم يعني هنا فقره رقم 58 و59 صفحه، شايفين؟ يعني ده ملوش علاقه بترقيم الصفحات، الكتاب الوحيد في العالم قديما وحديثا اللي ما ارتبطش بترقيم الصفحات ولكن بترقيم الفقرات. في بعض الكتاب سموا الفقرات دي فصول. يقول لك هيرودوت في كتابه الثاني في الفصل رقم 150. هتقول
له يا نهار ابيض في كتاب فصل وصل للرقم 150 هو يقصد فقره لان الفقرات مستقله كانها فصول يعني الفقره 58 دي سطرين ونص والفقره 59 اربع سطور ده موضوعات مستقله مش مرتبطه ببعض مفيش تسلسل احداث وارد يبقى في اربع وخمس وست فقرات طبعا بعض مكملين لبعض بيضيف معلومات للفقره او للفكره لكن اغلب الفقرات عباره عن فصول مستقله عن بعض حتى لو سطر واحد. انا ليه جبت لكم ردود يا شباب؟ لان عايزين نقرا من واقع الكتاب غير ما انا بقول لكم لما نقرا اللي كتب هيرودوت يختلف عن ما انا اقول لكم هيرودوت قال انا عايز اقرا اللي كتب هيرودوت قدامكم ونبدا نحلل اتكلم عن المرأة واتكلم عن الشعب واتكلم عن الديانه المصريه واتكلم عن الطبيعه الجغرافيه لمصر اتكلم عن اشياء كثيره في مصر فاحنا عايزين نعرف هو قال ايه على ارض الواقع. هيرودوت كتب هذا الكتاب من اقدم كتب في التاريخ هذا الكتاب ومكتوب هنا اهو هذا الكتاب كتبه كاتبه منذ 25 قرنا من الزمان فاطلع الدنيا على كثير مما لم تكن تعرف من صور الحياه التي عاشها المصريين القدماء يعني الكتاب ده عمره 2500 سنه 25 قرن القرن 100 سنه في 100 ب 2500 سنه اقدم كتاب في التاريخ يعد اقدم كتاب في التاريخ باستثناء طبعا الكتب السماويه طبعا مع التحفظ والتشبيه، احنا مش هنشبه الكتب السماويه طبعا بكتاب هيرودوت، لكن نظرا لقدمه وصل ل 25 قرن من الزمن. هيرودوت في سؤال بيفرض نفسه المفروض اتسال وانا منكم يعني ايه هيرودوت؟ عايزين نعرف يعني ايه هيرودوت؟ هيرودوت ده يوناني اتولد تقريبا سنه 485 او 84 قبل الميلاد وفي بعض المؤرخين قالوا بعد التاريخ ده بحوالي خمس سنوات. يبقى في اول القرن الخامس الميلادي. كلمة هيرودوت ده اسم. وفي بعض المؤرخين قالوا اساتذة اللغة الفرولوجي قالوا ان هيرودوت ده صفر. وفي بعض قال ان هيرودوت دي كلمة وليست اسم وليست صفة ولكن كلمة مكونة من مقطعين. من مقطعين هي يونانية الاصل لا يختلف عليها اسمان. هي كلمة أو اسم أو صفة يونانية الأصل لا يختلف عليها اسمان مكون من مقطعين هيرا ودر هيرا ودر هنيجي نكتب هيرا طبعا في اللغة اليونانية مفيش حرف الهاء مفيش حرف الهاء في اليونانية واحنا عارفين اللغة اليونانية 24 حرف اللغة العربية 28 حرف اليونانية الكلاسيك وليس المدن الجريك اللي اتكتب عليها اللي اتكتب بيها حجر رشيد احنا نعلم تمام العلم ان حجر رشيد كتب بثلاث لغات الهيروغليفية والديموطيقية والإغريقية هي دي الإغريقية تسمى الإغريقية نسبة لإيه؟ للإغريق وأنا عرفت لكم الإغريق اللي هم مين؟ قدامى اليونانيين اللغة بتاعتهم هيرودوت كلمة يونانية الأصل أو إغريقية الأصل مكونة من مقطعين هيرا، لما نيجي نكتب هيرا هنبدأ بالهاء. اللغة اليونانية معروف ما فيهاش هاء، يعني لما نيجي هالة، هاني، كل الأسماء دي ما ينفعش نكتب فيها الهاء في اليونان. ولكن في اللغة اليونانية وأنا هديكم الألفابيتيكا اليونان احتمال النهاردة في نهاية المحاضرة عشان تعرف لأن كل شغلنا مصطلحات يونانية. عشان تعرفوا تميزوا والنطق بتاعه لان هي عباره عن المصطلحات دي معربه حتى اللي هو في الكتاب. وتعليم اللغه خطا ملوش قاعده. زمان واحنا في الكي جي 1 و2 كنا بندرس اللغه الانجليزيه والمس تقول لنا باب يعني دور نروح كاتبين دال واو ر تضربني تقول غلط اوعى تكتب الانجليزي بالعربي ده اسمه تعليم اللغه لانه ملوش قاعده ممكن واحد يكتب دور دال واو ر واحد يكتب دال الف ب وهكذا. هيرودوت دي مثلا دي كلمه يونانيه معربه لما بكتبها انا كاتبها غيري كاتبها غيري كاتبها كلنا غلط انا بعلمكم غلط ما بعلمكوش صح كلنا غلط
ايا كان لان احنا معربين. احنا معربين على نطقها. لما اجي اقول هيرودوت وانطقها بالحروف العربيه يبقى انا بتكلم يوناني، بتكلم اغريقي. اجي اكتبها بحروف عربيه خطا، ملوش قاعده. لان مختلفه في 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 في, 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 في الحروف بتاعتها مختلفه. يعني التعريف خطا. لكن احنا مضطرين لان انتوا مش اهل اللغه، انتوا مش جايين تدرسوا لغه اغريقيه. اهل اللغه دي في قسم في جامعه عين شمس والقاهره واسكندريه والمنصوره هنا اسمه قسم اللغات الاوروبيه القديمه. اللغات الاوروبيه القديمه هو ده اللي بيدرس اللغه الاغريقيه. دي لغه اوروبيه بما ان الاغريق هم اليونانيين، واليونانيين طبقا لايه؟ لاوروبا وليس للشعب، للغرب. دول اللي معنيين بدراسة اللغة ولازم يدرسوا الاسم على طبيعته ما يعرضوش. لكن انتوا عشان نسهل عليكم فبنضطر نعرفه تسهيلا لاستيعابكم للجزئية. هيرودوت لما نيجي نكتبها، طب في طب ايه البديل لحرف الهاء في الإغريقية؟ قالوا في حاجة اسمها الأسبريشن اللي هي دي. وحاجة اسمها الأنأسبريشن اللي هي دي. الأسبريشن بتعني العلامة الهائية. الأسبريشن اللي هي دي هي العلامة الهائية. اللي هتحل محل الهاء فهاني وهلال وهاله واي اسم بيبدا بحرف الهاء. الان اسبريشن هي العلامه الغير هائيه. طيب دي مش حرف، دي اكسون تشكيل. دي تشكيل زي الشد عندنا في اللغه العربيه او الفتحه او السكون او الضمه او الكسره او ما شابه ذلك، دي شبيهه ليهم. لكن بتوضع اين؟ بتوضع على حرف، ما توضعش لوحدها. لا توضع بمفردها. بتوضع على حرف. زي حرف اليوتا. طبعا اعتقد تانية تاريخ مستوعبين، لكن انتوا لسه معلومات جديده عليكم، هديكم الالفابيتيكال عشان تبقوا فاهمين زي تانية تاريخ. حرف اليوتا، ده حرف اليوتا اللي هو بيعادله حرف الاي باللغه الانجليزيه، او حرف الياء. اقرب حرف ليه في اللغه العربيه الياء. حرف اليوتا. اليوتا لما بيبقى لوحده كده بيبقى ار او يوتا. اما لما يتحط عليه الاسبريشن بيبقى هاء. بيتحول نطقه من اي او يوتا الى هاء. طب لما نيجي نكتب هيرا، ادي الهيتا وادي الرو وادي الالفا. بقى هيرا ده النص بتاع هيرودوت. باليونان ده المقطع الاول. ما احنا قلنا كلمه اغريقيه مكونه من مقطعين، هيرا ودوت. دي الهيرا. طب دوت الدلتا طبعا مش بنعمل فاصل، وميكرون تاو. دلتا وميكرون تاو. الدلتا اللي يعادلها حرف الدي، الاوميكرون بيعادلها حرف الاو، الدلتا بيعادلها حرف التاو بيعادلها حرف التي. بقى كده هيرا دوت. هيرا دوت. هتقولوا انت من الصبح يا دكتور بتقول هيرو دوت مش هيرا دوت. اقول لكم احنا بنعرب والتعليم ملوش قاعده. انا اقول هيرا دوت، غير يقول هيرو دوت، غير ما يقول هيرا هيري. المهم ان تعليم وده ملوش قاعده، عشان كده تلاقي الكل مختلف فيه، مش ماشيين على سيستم علمي ثابت. طيب لما رجعنا لاساتذتنا، وربنا قال اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اساتذتنا بتوع اللغه الانجليزيه، بتوع اللغه الاغريقيه. عشان نكمل. هيرا هيرو دوت جم راحوا اسمنها لنا، قالوا هيرا دي كلمه مقطع ودوت مقطع. طب عايزين نعرف هيرا يعني ايه؟ قالوا هيرا نسبة إلى معبودة الإغريق هيرا. في معبودة عند الإغريق اسمها هيرا، إلهة اسمها هيرا. طب ودوت؟ دوت بمعنى أعطى. دوت بمعنى أعطى. هيرا دوت. طيب يبقى لما جم أهل اللغة يترجمونا اسم أو كلمة أو مصطلح أو صفة هيرودوت، قال لك إن الترجمة بتاعتها عطاء هيرا. يبقى إذا جاي من العطاء. عطاء هيرا.
ده معنى هيرودوت. شوفوا حتى الكتاب كاتب هيرا ده الواو دي على طول غير اللي انا كاتبه زي التاني. هيرودوت معروف عنه انه ابو التاريخ. ابو التاريخ سموه ابو التاريخ لان يعتبر مش مخصوص بيه التاريخ ولكن المؤرخين او كتاب التاريخ ابوه هو يعتبر من اقدم من كتب التاريخ. قالوا عنه وصفوه بانه ملأ الدنيا وشغل الناس. ما احنا قاعدين اهو دلوقتي لمده ساعتين مشغولين شاغلنا اهو بنبحث في كتاباته وبنعرض اراءه. ده نوع من الانشغال مش احنا بس. هتلاقي بتوع الاثار كليه الاثار واقسام الاثار في كليه الاداب كلهم مشغولين بهيرودوت. هتلاقوا بتوع قسم الارشاد السياحي في كليه السياحه والفنادق كلهم مشغولين بهيرودوت. قسم التاريخ والدراسات الاجتماعيه في كليات التربيه مشغولين بهيرودوت لان اي حد يتكلم في التاريخ لابد ان يذكر هيرودوت. يبقى قالوا ان هو ملأ الدنيا وشغل الناس. هنشوف هيرودوت قالوا عنه ايه. انا كل ده مش عايز اقول لكم انا قايل لكم على جوانب كتير منه لكن هنعرف هو كتب ايه عشان نبدا نخوض. ابو التاريخ دي اول حاجه هيرودوت ملا الدنيا وشغل الناس. هنقلب كده اسمه ولقبه. طبعا هيرودوت ده اسمه ولقبه انا شرحته اهو. مولده يقول لك 489 قبل الميلاد يعني اول قرن خمس قبل الميلاد 489 تقريبا. وفي بعض المؤرخين قالوا ان بعده بقليل. هنقف هنا. هتقولوا ايه الاصدق؟ يا ترى 489 ولا بعده بقليل بخمس سنوات؟ ما نعرف ما نقدرش نحسب. ليه؟ لان ما لقيناش مصدر وثائقي ياكد لنا المعلومه. وبالتالي حطيناها في احتمالين. اغلب كتابات التاريخ القديم لما نفتقر لمصدر وثائقي للمعلومة بنديها احتمالين او ربما او من الجائز او من الممكن او بحط لها احتمالية. عشان كده هم قالوا في مولده لان مش لاقيين مصدر وثائقي ذكر مولد هيرودوت. تمام؟ انا قلب كده مع بعض شوية حاجات كده انا محددها لكم قعدت اقلب فيها امبارح عشان بيقول لك كتاب هو كتاب يوصف الكتاب ده لا يفوت من يقرأه يعني اللي يقراه يقراه مرة. أنا قرأت الكتاب ده يمكن أكثر من 12 مرة وقراه بالكامل وكأني بقرأه لأول مرة واستمتع وأنا ما أعرف المعلومة وعارفها وأقرأها وأعيد قراءتها تاني. ربما من قراءتها أحلل في ذهني تحليل يختلف عن التحليل اللي أنا دخل في ذهني في المرة اللي سبقتها. نحاول نبعد عن المكان ده. ماشي يا شباب؟ هيرودوت بيقول لك انه لم يترك فرصه تمر. هيرودوت جه مصر قعد فيها لمده شهر واحد وهو افريقي الجنسيه وكتب كتاب اللي انتم شايفينه ده بالثلاث لغات اليونانيه والانجليزيه والعربيه. كتبه عن المصريين وعن طبيعه مصر وعن الديانه المصريه وعن المراه المصريه. كتب فيها حاجات كتير جدا هنقرا بعضها ونتطرق للبعض الاخر. قال طبعا الكلام ده هيفيد تانية تاريخ اكتر افاده مضاعفه او مزدوجه لانهم بياخدوا ماده اسمها هيستوريكال تكست باللغه الانجليزيه بدرسها لهم. من ضمن الماده بعتمد على كل المؤرخين اللي انا جايبهم عندي على التيبل ده من ضمنهم هيرودوت وانا اديته المحاضره تكست المحاضره اللي فاتت عن هيرودوت وفي كومنت ترانسليت فانتوا خليكوا اكثر تركيزا. الحاجات دي هتحتاجوها في الكومنت بالنسبه للهيستوريكال تكست. هما بيدرسوا الكلام ده في انجليزي طبعا ربنا يكون في عونهم مش كده ادعوا لهم بيدرسوه في انجليزي بس على قدر شقائهم وصعوبه الماده على قدر ما هم بيكسبوا ماده علميه اوسع واشمل واعم. وربنا قال في القران ايه؟ لا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن ننال البر، البر اللي هو التقوى او الوصول للنجاح او التفوق لابد ان ايه؟ ان نبذل او ننفق مما نحب. مما نحب من وقت
مما نحب من صحة، مما نحب من جهد، مما نحب من مال، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تفضلوا. في مولده ده في بعض المؤرخين مش معروف اسمهم الحقيقي. اه اسمهم يعني هو يعني مثلا تاكسوس بيقول لك هو مش اسمه تاكسوس. بعض المؤرخين يشكك في اسمه ده مش اسمه تاكسوس. وده انا تطرقت له دلوقتي. ليه؟ لان احنا لم نصل الى مصدر وثائقي يؤكد لنا المعلومه. طالما المعلومه خدناها من مصدر ادبي اللي هو ده فنتمراها بحذر نظرا لايه مصداقيتها الخبراء. خلينا عشان ما اطولش عليكم. هيرودوت لم يترك فرصة تمر وهو يعرف ما سمع ورأى في هذا الوطن المقصود مصر الشهر اللي قعده في مصر دون أن يعبر عن إعجابه الشديد بالمصريين. الراجل ده جه قعد شهر وعرض ما رأى وسمع لكن ما أبداش إعجابه بالمصريين ودون أن يشيد بتفوقهم وعظمتهم وسبقهم في ميادين العلوم والمعارف. خلي بالكم. ثم هو يمتدح فضائلهم يعني امتدح فضائلهم ويستريح الى تقواهم انه شعب تقي يعني الديانه بالنسبه له شيء العقيده بالنسبه له شيء اساسي فهو احترم فيهم هذا ونزاهتهم لهم الفضل في الكشف عن كثير من العلوم والمعارف التي افادت منها الانسانيه عامه وافاد منها قومه الاغريق خاصه وربما كان ذلك ما اسقط عليه بلوتارخ. بلوتارخوس ده مؤرخ انا اتطرق ليه دلوقتي. زعل منه لما جه يتكلم عن فضائل المصريين وعقائدهم الراسخه. اسقط عليه بلوتارخ فاتهمه بانه صديق للبرابره. البرابره المقصود بيهم تاريخيا هم القوم الماجور. المقصود بالبرابره القوم الماجور او الطبقات الكادحه. زي المرتزقه بالنسبه للجيوش يقول لك دول برابره. فهم كانوا بيطلقوا على المصريين برابره. واكبر دليل على كده في عرس انا ذكرته لكم في المحاضره اللي فاتت اسمه عرس سوسه. بعد ما اتجوز الاسكندر رخصانه الفارسيه وحملت منه وتزوج ملك بطليوس الاول وتزوج 18 من 80 من الضباط والجنود والقاده وتزوج 10,000 من الجنود وعمل عرس اكبر عرس جماعي في التاريخ. في النهاية لما أنجبوا أولاد لم يعترفوا بهذه الأولاد وهذه الزيجات. ليه؟ قال لك إحنا متزوجين من برابرة. برابرة يعني خدم. ما رضوش يساووا ذاتهم بالشرقيين بالمصريين الإغريق دول بما فيهم الإسكندر وما يتبعه من جنود وضباط. قال لك دول برابرة. أنا أعترف بإن أنا أتزوج. لما تشوف الأفلام روبن الأسود ابن الاقطاعي لما يتزوج الخادمه بتاعته من خلف اهله ما يبقاش يعترف يدوها يرشيل ويمشوها هكذا. قال لك دول برابره احنا ما اعترفوش بكل الزيجات دي وما اعترفوش بالابناء دول وانا بعمل بحث حاليا لسه لم انتهي منه اسمه الاطفال غير الشرعيين. الاطفال غير الشرعيين في مصر القديمه. طبعا الطفل الغير شرعي اللي لم يطبق عليه مراسم الزواج على ابوه وامه ده بيعد طفل غير شرعي. وبالتالي ما اكثر الاطفال غير الشرعيين في مصر القديمه نظرا للجاليات. اليونانيين لما جم عاشوا في مصر ايام الفراعنه من ايام الاسره الاولى من ايام ملك مينا كان في مجموعه من الجاليات اليونانيه الاغريقيه موجوده في مصر قالوا لا ما نعيش في وسط المصريين. شوفوا في بلدنا وبياكلوا ويشربوا من خيرها قالوا ما نعيش في وسط ما نعيشوا فين؟ قالوا لا احنا عايزين نعمل لنفسنا مدينه حره اللي بيسموها البوليس. بيسموها البوليس. البوليس اللي هي المدينة الحرة. قالوا احنا عايزين نعمل مدينة حرة خاصة بينا عشان ما نعيش في وسط البرابرة. أمال تعيشوا في إيه؟ راحوا عاملينهم مدينة في البحيرة اسمها مدينة ديموقراطيس. اسمها الإسكندرية والبطولومايس وديموقراطيس. ديموقراطيس أسسوها لهم في عهد الأسرة السادسة الفرعونية. وكان ليهم مواصفات
البولس دي ليها مواصفات. اول حاجه الاكروبولس، خلي بالك انا بقول بولس واكروبولس كله بينتهي باليوتا والسيجما او الاي والاس او الياء والسين، لان اسماء الاعلام والمدن اغلبها في الاغريقيه بتنتهي باليوتا والسيجما، زي بولس واكروبولس وزي راقوده. راقوده دي قريه كانوا بيسكنوها المصريين القدماء على ساحل البحر المتوسط اللي اتاسست عليها مدينه الاسكندريه. لما جم الاغريق مصر وجاء الاسكندر غير اسمها سماها راقوديس وضافنا اليوتا والسيجما. قبل ما انسى، اسماء الاعلام والمدن باللغه اليونانيه كلها لابد ان تبدا بحرف كابيتال، وانا يمكن اشرت ليكم المعلومه دي قبل كده، وليس في بدايه الجمله زي بقيه اللغات، مش في اول الجمله. الحرف الكابيتال بيبدا باسماء الاعلام والمدن، لما اقول احمد ابدا بالاي كابيتال او الالفا كابيتال. يبقى اي اسم في التكست، وهنشوف تكست دلوقتي من الكتاب الاصلي باليوناني، اي كلمه بادئه بحرف كابيتال يبقى ده اسم. بنفرغه اثناء الترانسليت والكومنت، بنفرغه من التكست ونبدا نعمل ترانسليت اند كومنت، وبعدين نجيبه ونعرضه ونحطه. ديموقراطيس ده مهندس هو اللي اسس مدينه الاسكندريه وخططها. كان جاي مع محمد الاسكندر، وانتم عارفين محمد الاسكندر هنخصص لها محاضرات طويله، لان ما كانتش حمله عسكريه فقط بل كانت حمله عسكريه وعلميه بتشمل كل علماء في كافه فروع العلم والمعرفه، من ضمنهم لما جه خطط مدينه جديده تحمل اسمه تخليدا لذكراه اللي هي مدينه الاسكندريه. قال لهم عايز مخطط المدينه، جابوا له المهندس ديموقراطيس اللي انا اخطات وذكرت اسمه بدل الامر الثاني. يبقى كده احنا اتكلمنا عن، على فكره هيرودوت بيقول الكلام اللي انا بقوله ده وبقراه لكم، الكلام قايله الدكتور محمد صالح الخفاجه مترجم هذا الكتاب، وانا اكتفي بما قاله عن هيرودوت، وهنبدا نخش فيما قاله هيرودوت. هيرودوت بقى كتابات هيرودوت في الفقره زي ما اتفقنا، مش هنقول الصح، في الفقره 35 35 في الفقره 35 من كتاب هيرودوت، ده بقى اللي قاله هيرودوت بنفسه. بيقول ايه؟ بيقولوا والان سابدا الكلام عن مصر في اسهاب، يعني في تفصيل، لانها دون غيرها من بلاد العالم اجمع تحوي عجائب اكثر واثارا تجل عن الوصف، ومن اجل ذلك ساطيل الحديث عنها نظرا لان مناخ مصر منقطع النظير. مناخ مصر معروف طبعا، ولان نهر النيل له طبيعه خاصه مغايره لطبيعه باقي الانهار، ولذلك اختلف المصريون كل الاختلاف عن سائر الشعوب في عاداتهم وسنتهم. هنخش بقى في عادات المصريين، هيبدا يذكر عاداتهم. فالنساء عندهم يرتبن الاسواق، يعني بينزلوا العمل ويمارسن التجاره، اما الرجال فيبقون في البيوت، فيبقون في البيوت وينسجون. اما الرجال، انا ما بقولش حاجه، بيقول مين؟ وبينما ينسج الناس جميعا، يعني باقي الشعوب كلهم بينسجوا رجال ونساء، لكن في مصر الرجال فقط. النساء يرتدن الاسواق ويمارسن التجاره، والرجال يلتزموا الجلوس في المنازل. دافعين، شوفوا بيقولوا ايه؟ وبينما ينسج الناس جميعا دافعين اللحم من اسفل الى اعلى، فان المصريين يدفعونها من اعلى الى اسفل، عارفين اللحمه؟ اللي هو الخيط بتاع النسيج نفسه. من اسفل الى اعلى المصريين العكس. ويحمل الرجال الاثقال على رؤوسهم، اما النساء فيحملنها على اكتافهن. نقطه. هو بيتكلم عن المراه المصريه. ما بتحملش الاثقال على راسها، تحمل الاثقال على كتفها. اما الرجال فيحملنها. انصفا لهيرودوت، على فكره هيرودوت ده راجل ابو التاريخ، لكن بيجهل شيء في بعض الاحيان. هو ليه قال الرجال بيحملوا الاثقال على رؤوسهم؟ انا طول عمري وانا متربي في الريف، واعتقد كلنا متربيين في الريف، واحنا من طبقات الكدحه، ونفخر بهذا. لا نتوارى بهذا من القوم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث شريف: اللهم عشني مسكينا وعنيتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين والمجانين. بنفخر ان احنا من طبقه الكدحه ومتربيين في الريف، وشفنا الطبيعه المصريه في الريف، بنشوف الطبيعه الشعب المصري على طبيعته. طول عمرنا ما شفنا رجل يحمل اثقال على راسه.
ولو حمل الرجل الأثقال على رأسي سيلفت الانتباه عند المرأة، الناس كلها هتبص. وطول عمرنا، طول عمري ما شفت امرأة حتى في الأفلام تحمل الأثقال على كتفها، لكن المفروض العكس. لكن يا ريت انت جايب المعلومة منين؟ لما جينا لبعض الانسكربشن على فكرة في بعض النقوش الموجودة في المعابد في مصر القديمة، لقينا بعض الرجال يحملن الصور المقدسة على رؤوسهم. زي البنت دي بتقول يا دكتور معلش انا سألت عليه، خد الحاجه دي انقلها لي واديها لي عن البنت دي مش عارف اوصل لها. فبقول لها على ايه؟ ده مصطلح طبيعي، مش على راسي. مش معنى ان واحد يجي يكتب ورقه ده الدكتور شال الطالبه كتابه على راسه واداله لي، دي كنايه على تقدير الشيء. يعني المصريين القدماء شالوا الصور المقدسه على رؤوسهم واتناقشت هذه الصور في المعابد تقديرا واجلالا واحتراما بالصور المقدسه، حاطينها على راسه. خدها هيرودوت وعممها على طبيعه المصريين وقال المراه بتحمل اثقال على كتفها والرجل يحمل اثقال على راسه. وهؤلاء يبلنا واقفاء. اما الرجال فيفعلون وقد قعدوا القرفصاء. هنا العكس المفترض، هو بيصف المرأة المصرية بعدم النظافة الشخصية. يبلنا واقفات، أما الرجال فقد قعدوا الصبح. يتغوطون في بيوتهم. نشوف هيقول إيه تاني؟ وقد يتغوطون في بيوتهم. هنا على فكرة يا شباب في النقطة دي اللي بيشكك في نظافة المرأة المصرية من الناحية الشخصية. أنا عملت بحث عن نظافة المصريين، جوانب من النظافة الشخصية لدى المصريين في ضوء كتابات هيرودوت، ده عنوان البحث. ونشرته في احدى المجلات الالمانيه وخدت عليه جايزه. انما نقدت هيرودوت في هذا الجانب، هو وصف المراه المصريه بعدم النظافه الشخصيه، فتعامل نفس بعنوان جوانب من النظافه الشخصيه، النظافه الشخصيه لدى المصريين في ضوء كتابات هيرودوت. هو وصف المراه المصريه بعدم النظافه، رحت جايب وثيقه برديه ودي اسطر وقاطعه وجازمه. لقيت وثيقه برديه في المتحف المصري عباره عن عقد مبرم ما بين سيده يونانيه وسيده مصريه في العصر البطلمي في ال 400 سنه الاخيره قبل الميلاد. هذه الوثيقه هو هديكم فكره كونكلوجن سريعا. الجاليات الموجوده في مصر في ال 400 سنه الاخيره قبل الميلاد ايام البطلمه كانوا من النساء طبعا، بما اننا بنتكلم عن النار، كانوا المصريات والبابليات والاشوريات والكنعانيات والهيدنيات واليونانيات واليهوديات. كام جاليه؟ سبع جاليات من النساء. اكثرهم غنى وارستقراطيه. المراه اللبنانيه دي اكثرهم ارستقراطيه زي وان جاردن سيتي كده النهارده. المراه اللبنانيه وطبيعه المراه الارستقراطيه بتحافظ على نفسها حفاظ مبالغ به لان امكانياتها تسمح لها كده. وبالتالي لما تيجي تنجب طفل لا ترضعه حفاظا على صحته، فبتجيب له ايه؟ مرضعه، زي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جابوا له السيده حليمه السعديه. بس دي مش مع التحفظ التشبيهي، مش عشان ام الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ارستقراطيه، ولكن جابوا له حليمه السعديه لاسباب اخرى. السيده حليمه السعديه ما بنشبههاش بالمرضعه المصريه دي، ولكن بندي مثال مع التحفظ التشبيهي. المراه اليونانيه جابت حبت تختار لطفلها، انجبت طفل حديث الولاده، وحبت تختار لطفلها مرضعه. واحنا عارفين كلنا دون شك ويقين داخلنا ان الطفل المولود حديثا جهاز المناعه بتاعه لا ده معدوم، مفيش اصلا زي ما تقول زي يعني. معناها تلاقي الام اللي لسه في حاله وضع يقفلوا عليها الشباك يغطوا الطفل، ما اعرفش ايه في كركبه كده وشد طارئ في البيت. ليه؟ لان جهاز المناعه للطفل ضعيف جدا، لو خد ما فتحش بطنه دخل طياره هوا كده دبانه اتحط على وشه بتنقله عنه. وبالتالي الام اللي هتعمل عقد مع مرضعه لابد ان تتاكد من نظافتها الشخصيه على كامل التاكيد عشان تختار من بين السبع جاليات اختارت مصريه. وهذا دليل قاطع وجازم على ان المراه المصريه القديمه من انظف نساء العالم القديم والحديث طبعا، لان المراه بترث العادات والتقاليد من امها، والام بترث من امها، والام وهكذا الاجيال متوارثه. نظافه المراه المصريه قديما معناها نظافه المراه المصريه النهارده، لان دي اجيال متوارثه. المراه المصريه ابرم هذا العقد على وثيقه برديه ما بين المراه اليونانيه اللي هي الام وما بين المرضعه المصريه
مقابل 300 تالنت في العالم لمده 3 سنوات. ال 300 تالنت يعادلوا النهارده 300,000 جنيه، يعني ثروه. مش هتدفع ثروه عشان تضر ابنها او طفلها الرضيع. لان يبقى هنا ياكدنا على عكس ما قاله هيرودوت، وشكك في نظافه المراه المصريه، وعرضت هذا البحث في احد المؤتمرات والحمد لله ربنا وفقنا. تمام يا شباب؟ بيقول ايه بقى؟ بيقول وهم يتغوطون في بيوتهم، يعني بيجلسون في المنازل. يتغوطون يعني يقعدوا جوه البيت، يعني يتغوطون في بيوتهم ويأكلون في الطرقات. يعني الأشياء الشخصية بتتعمل في البيت، أما الأشياء العامة هنقول هيفسرها دلوقتي. معتقدين أن الضرورات القبيحة يجب أن تخفى أو تؤتى في الخفاء، أما غيرها فتؤتى جهرا، والمرأة لا تصبح كاهنة لإلهها أو إله. المرأة ما ينفعش تكون كاهنة. وفي غير مصر يطلب كهنة الآلهة شعورهم، أما في مصر فيحرقونها. ويقضي العرف عند سائر الشعوب بأن يحلق أقارب المصاب رؤوسهم أثناء الحداد، ولكن المصريين إذا نزلت بهم أو بساحتهم محنة الموت يطلقون شعر الرأس واللحية. وده احنا بنشوفه النهارده. تلاقي اللي عنده حالة وفاة بيطلق من الرجال شعر الرأس واللحية لمدة 40 يوم، يقول لك أنا عندي حداد. والإسلام بتاعنا الحنيف حدد الحداد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ما معناه: لا عزاء بعد ثلاث إلا على المرأة الزوجة. لم يؤمر، ما معنى الحديث؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر المرأة بالحداد أكثر من 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10، وربنا ذكرها في القرآن 4 أشهر و10. ودي لها أسباب، إن الزوجة ربما تكون حامل وزوجها توفى، ما لازم تعلن الحداد 4 أشهر و10 عشان تبان عوامل أو مظاهر الحمل عليها، عشان ما ينفعش زوجها يتوفى وتيجي تتزوج والابن ده ويختلط الأنساب. ممكن يكون ليها ابن في أعشقها مش ظاهر، وتيجي تتزوج من آخر هينسب هذا الابن للزوج الجديد، فقال لك 4 أشهر و10 عشان علامات الحمل تظهر عليها. وبالتالي الإسلام الحنيف بتاعنا يحافظ على الأنساب بين الناس. بيقول لك: وقد كانت لديهم حتى يومئذ ويسكن سائر الناس في عزلة عن الحيوانات، كل الشعوب، أما المصريون فيسكنون في مع حيواناتهم. هل إحنا بنشوفه في الريف النهارده؟ إحنا ما يمنعش إن إحنا عندنا الحظائر جوه البيوت، مش معزول، بس بعيدة عن المكان ما بسكن، ما بقعدش آكل، ما بنشوفش الراجل الريف بيقعد هو وابنه ياكلوا حوالين المعيشة، واقف حواليه ما ينفعش. وممكن يكون في الغرفة اللي جنبه أو في الزريبة اللي جنبه غرفته اللي قاعد ياكل فيها، ما بينامش في المكان اللي قاعد فيه الحيوانات، لكن هو بيصفهم بهذا الوصف. ماشي؟ ويعيش الآخرون من الناس على القمح والشعير، ولكن عار عظيم على من يعيش عليها من المصريين. على فكرة العادة دي أنا شفتها في الريف عندنا في الصعيد. تلاقي دايماً الريف الأم الريفية المصرية دايماً هي اللي بتصنع الخبز. ولو ابنها راح واقف على، كان زمان مش النهارده، لو ابنها راح واقف على المخبز او على الفرن تقول له: عيب، اوعى الناس تشوفك، يقولوا ما عندهمش عيش في بيوتهم. كان زمان ابائنا بيحكوا لنا كده واجدادنا، يقول لك: كنا نتكسف نروح على الفرن نجيب عيش. ليه ما عندهمش عيش في بيوتهم؟ عشان يروحوا يقفوا على الفرن. طبعا اكيد انتوا بتضحكوا تقولوا دول صعايده. لا، دي طبيعه المصريين. ليه؟ لانهم بيعتمدوا زي ما انتوا هنا في الدلتا بتزرعوا الارز وبتخزنوه في البيوت، ما بتشتروش ارز. في حد فيكم بيروح يشتري ارز؟ نادر. عندنا احنا بنزرع القمح ونخزنه في بيوتنا ونطحنه في المطاحن ونحوله لدقيق ونلبسه عيش في البيوت. فكان زمان المصريين كان الابن او الزوج او الاب او ايا كان، او الابنه لما تروح تقف على المخبز العيش او الفرن يقول لك: عيب، هم ما عندهمش دقيق في بيوتهم عشان يلبسوا. على عكس دلوقتي. فالعاده دي ممكن نقبلها من هيرودوت، لكن في حاجات كتير جدا مرفوضه. إذ هم يصنعون خبزهم من الذرة، اللي هي الألورة، الذرة اللي هي باللغة اليونانية اسمها ألورة. وهم يعجنون العجين بأقدامهم، فأما الطين فبالأيدي. الأم
المستعجل العظيم بقدميه العظيم بايديه. هل ده تقبل من المراه المضيفه المصريه؟ شوف بقى. وبها ايضا يرفعون الروث بالايدي. الايدي بيرفعون الروث اللي هو الروث اللي هي مخلفات المواشي، بيرفعوها بالايدي وبيعملوا العائقين بالايدي. اما العجين اللي بياكلوه بيعملوه بالارجل بالقدمين. واعضاء التناسل يتركها عامه الناس على طبيعتها، اما المصريون من اخذ عنهم فيمارسون الختان. المصريون يمارسون الختان، المصريون يمارسوا الختان ايضا، يمارسون الختان بغرض النظافه الشخصيه وليس بغرض اخر، زي الاغراض اللي كانت بتنادي بيها سوزان ثابت حرم الرئيس السابق. ولكن ولكل رجل ثوبان، اما المراه فلا ثوب واحد. في مصر القديمه. لكل رجل ثوبان، اما المراه فثوب واحد. مش للراجل مستعد بالسؤال؟ ماشي؟ عرف المصريون الختان منذ أكثر من عصور التاريخية، وإن آثاره من أيام الدولة القديمة تثبت ذلك إثباتا يكاد يبرز بكل شكل. أنا عملت بحث عن الختان عند المصريين القدماء، وجبت نقش موجود في معبد الإله أمون في واحد سيوة للرجل عندما يختن الطفل رابط ايدين من ورا، لان ما كانش فيه البنج، فكان بيحبس الدم من المكان اللي بيختنه او يقطعه عشان يفقد الاحساس، وبالتالي يقطعه معاه اداه القطع اللي هو المشرح، ورابط ايدين من الخلف كده ورابط رجلين، وبيجري عمليه الختان. وموجود على نقش هذا الرسم موجود، واستعنت بهذا النقش واكدته، وقلت ان اليونانيين لما جم مصر ما يعرفوش هذه العاده، فسالوا ليه الختان؟ فقالوا نوع من النظافه، والطب الحديث اثبت ان الطفل الغير مختن، الطفل الولد الغير مختن بيصيب امراض خاصه بالختان. الطب الحديث اكد هذه المعلومه. لكن الاطباء برضه قالوا ان الختان ليس بغرض النظافه فقط، بل ليه امراض اخرى. تمام؟ شوفوا كاتب ايه يا دكتور؟ اما الحكمه، كاتب الحكمه بس. اما الحكمه من الختان عند المصريين فقد كانت حرصا على النظافه العامه والطهاره ورعايه صحه البدن. وده اللي انا باكده في تحليلي. تعالوا شوفوا بقى، نشوف نظافة المصريين والكهنة. بيقول في فترة رقم 37 يؤكد الختان، ويضيف عليها معلومة أخرى، وهم يمارسون الختان حبا في النظافة، لأنهم يفضلون النظافة على حسن المظهر. وكل يومين يحنط الكهنة أجسامهم بالكامل، كل يومين بيحنط الكهنة أجسامهم بالكامل كلها حتى لا يتولد بها القمل او غيره من الحشرات اثناء قيام بخدمه الاله. حتى لا يتولد بها القمل، ماشي؟ يعني القمل دي حاجه قديمه مش حاجه جديده. تعرفوا على النظافه يا شباب؟ والمصريون يعتبرون الخنازير نجسا، لذلك إذ مس مصري خنزيرا أثناء مروره به، يعني هو ماشي في الشارع كده زي ما فرس حصان معدي أي حاجة بتمسنه بالصدفة، إذا مس خنزير مصري أثناء مروره في الشارع ذهب في الحال وألقى بنفسه في النهر دون أن يطلع نجس في الدور. كما ان رعاة الخنازير، طب الناس اللي بيربوهم بقى رعاة الخنازير، ولو انهم مصريين بمولدهم،
يعني في مصريين كانوا رعاة الخنازير لا يدخلون دون سائر المصريين اي معبد من جميع معابد مصر، ممنوع يدخلوا دون العباده في مصر القديمه. ولا يرضى مخلوق ان يتزوج احد هؤلاء الرعاة ان يزوج احد هؤلاء الرعاة من ابنته، مستحيل. ولا ان يتزوج منهم، يعني ما فيش شاب من بره رعاة الخنازير يتزوج امرأة منهم، ولا امرأة ولا رجل من رعاة الخنازير يتزوج بنت من بنات الآخرين، ولكنهم يزوجون فيما بينهم، يزوجوا بعض لبعض، تمام؟ خلوا بالكم في آخر حاجة في الموضوع، خلوا بالكم عشان ندخل في الموضوع اللي أنا جايبه لكم قدامي ده. في الفقرة رقم 85 تعبت ولا إيه؟ ربنا يستر الصوت. بدل ما تقول الاسنان لا يشبعان طالب علم وطالب ايمان تقول طالب. الفقرة رقم 85 حاجات جديدة بتعرفوها وبتسمعوها، انا اعتقد شفتوا مبتسمين على طول. الفقرة رقم 85 بتقول: وهذه أساليب الحداد والدفع. هذه أساليب الحداد والدفع. هناخد جزء حزين عند المصريين. إذا مات في بيت من البيوت رجل ذو قدر، إذا مات في بيت من بيوت المصريين رجل ذو قدر، لاتخذ كل نساء هذا البيت الرأس والوجه بالطين، ثم يتركنا الجثة في الدار. اللي مات بيترك الجثة، النساء بيترك الجثة في الدار، ويجيلنا في المدينة لاطمات خدودهن وكاشفين عن صدورهن ومعهن كل قريباتهن. يعني بيجاملوهم الجيران والقرايب، بيجاملوهم زي ما بنشوف النهارده اي حاله وفاه الناس كلها بتتعزل في مجامله. هم بقى بيلفوا معاهم ويملوا وشهم طين ويلطموا الخدود ويفتحنا ايوه ويشقوا الجيوب، يفتحنا صدورهن ويمروا في البلده او في القريه باكملها، ماشي. وجه الاسلام لما شاف هذه العاده، والعاده دي موجوده فعلا، لما شاف الاسلام ربنا قال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ما معناه حرصا على سلامه الحديث: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ولعب دعوة الجاهلية. هي اللي وصفها الجميع. هيرودوت مش كل كلامه غلط. هيرودوت بيقول حاجات احنا بناكدها له وموجودة فعلا على أرض الواقع في المجتمع. والرجال كذلك يلطمون ويشمرون، يعني بيشمر هدومهم كده وهم بيخطبوا زيهم، وعندما ينتهي ذلك يحملون الجثة لتحنيطها. يحملون الجثة لتحنيطها. هنا التحنيط. هذا التمثال وهذه القطعة الأثرية دي طريقة التحنيط. دي منطقة التحنيط اللي كان بيتم عليها التحنيط. ده توت عنخ آمون أثناء تحضيره. ده رجل اسم إنسان ورأس حيوان. ده اسمه الطبيب أنوبس. اسمه الطبيب إيه؟ أنوبس. هو لابس رأس حيوان تاج الإله الموتى. ده تاج الإله الموتى اللي لابسه. بينيل المتوفي هنا بعد ما بينام على المنضدة دي. طبعا ده التابوت اللي نايم جواه. بيفتح بطنه بالعرض ويطلع أعشابه. أحشائه اللي هي الأمعاء الغليظة الرفيعة عشان فيها بواقي الطعام وبالتالي قابلة للعقل أو للتعفن. لما بيطلع أحشائه بيجيب حاجة اسمها القانوب. ده القانوب. القانوب بيحطها فين؟ الأمعاء الرفيعة هنا، الأمعاء الغليظة هنا، تمام؟ الكبد هنا، لأنه مكون من دماغ معرض، والطحال هنا. دي اسمها القانون. الحاجات دي غالية على فكرة، أجيبها على حسابي عشان أوريها لكم. المفترض إن أنا أخدكم المتحف وأوريكم الحاجات دي على طبيعتها وأصلها. فالبديل
ما في رحله طالعه، رحله علميه طالعه بعد اسبوعين وطلعينا في القسم. قال يا ريت جبت لكم جزء منها. خلي بالكم ده الطبيب انوبيس، ده راس الطبيب انوبيس برضه، نفس الراس دي معموله على قانون من القوانين. ودول ده الملك بطليموس الاول، دي حاطينها على كغطاء للقانون بيؤكد ان الشخصيات دي اكثر الشخصيات تاكيدا في التحنيط، تم التحنيط عليها. دي اكيد انتوا عارفينها، الست الاموره دي الملكه كليوباترا السبعه ملكه مصر، وتم تحنيطها واتعمل غطاء على قانون اسمها. ده الملك فيلادلفيوس بطليموس الثاني، تم تحنيطه واتعمل على غطاء بعد ما بيحنطوه بيفتحوا بطنه بالعرض ويطلعوا اعشابه ويحطوها في هذا القانون. الاعشاب يحطوها في القانون ويحطوا لها نوع من المحلول، في ماده كيميائيه عشان يحافظ عليها. وفي غرفه في الدور الثاني في المتحف المصري اسمها غرفه المومياوات، فيها التبانيب دي على طبيعتها، وفيها الجثث المحنطه عند الفراعنه، فيها اربع جثث، ثلاثه ملوك وملكه فرعونيه، وتلاقي طولهم اكثر من متر ونص الواحد، لانه كانوا بيتميزوا مصريين قدماء، وكما هم اسنانهم حتى اظافر الرجل والايدي موجوده، والجبهه كل حاجه، الجسم كامل والطول بتاعه موجوده في غرفه من الزجاج تحت اشعاع معين، نوع معين من الاشعاع. وجايبين الخرطوم ده حاطينه جنبيهم، فيها الاعشاب بتاعتهم. دول الملوك الحقيقيين فرعنه في الدور الثاني في المتحف المصري، اسمها غرفه المومياوات اللي ربنا يوعده في كبير ويروح المتحف المصري، بيطلع الدور الثاني بيلاقي اللي انا بقوله. بعد كده بعد ما بيطلع الاعشاب بيفتح قدميه بالطول وبيفتح ايديه بالطول، وبعدين بيبدا يدهن الماده اللي هي ماده الماده. بعد ما بيدهن الماده بينيمه على سريره وغرفته ويغطيه ويتركه لمده 40 يوم. وبعد 40 يوم يفتحوا الغرفه ويدخلوا يرفعوا الغطا ويشيلوا الجسد. لو الجسد طلع ريحه كريهه يبقى اذا هيعيدوا عمليه التحنيط، يبقى الماده الكيميائيه اللي دهنوا بيها مش كويسه، او افتقدوا شيء فيها، عنصر من عناصرها. لو التحنيط او الجسد ما فيهوش رائحه، بياخد الجسد ويبداوا يدفنوه. ازاي؟ طبقا لحجم الجسد. ايه حجم الجسد؟ لو الانسان تخين يفقروا حفره كبيره، ولو صغير في الحجم يفقروا حفره صغيره. وسالنا بعض الناس ليه هم بيعملوا كده، بعض المؤرخين قالوا اللي بيعملوا كده ليكن الثرى خفيفا عليه، لان القدر ما بيفقروا بيطلعوا على التراب، والتراب اللي هو الثرى يبداوا يدلوه تاني. فكل طبعا الحاجه الوحيده اللي كل ما ناخد منها نسيب اللي هي الحفره، فما بيحاولش ياخد منها بالقدر اللي على قدر جسمه بالظبط، ويبداوا يردموا التراب ويسقوه بعد ما يدفنوه ويسووه بالارض. وده الدفن الشرعي عند الاسلام عندنا، يسكبوا الخمر فوق القبر ويجربوا عطشا. بيبداوا يجيبوا الخمور ويكبوها فوق القبر، يقول لك عشان لو عطشان. المصريين النهارده وانا رحت في احد الجنازات في بلدنا، لقيت الراجل بيرش ميه بعد ما دفن وخلص، جاب جردل وبدا يرش بايده كده. فبساله يا حاج انت راجل ناس بسطاء وثقافتهم محدوده، مع كامل احترامنا وتقديرهم ليهم، انت بترش ميه ليه؟ قال لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان القبر اما روضه من رياض الجنه اما حفره من حفر النار، ربنا يعافينا جميعا. فانا برش ميه عشان لو القبر ده حفره من النار الميه تخلي. ثقافته كده. ضحكت زي ما انتوا ضحكتوا كده ومشيت. انا بشوف ايه الموروث، هو ده موروث على فكره. ده موروث مع التحفظ في التشبيه ومع استبدال الماده اللي بيستعملها. كانوا زمان بيمسكوا بالخمر اللي هو عطش، النهارده بيجيبوا ميه. كانوا بيدفنوا جنبه جمل او حصان، ينتقل عليه في العالم الاخر من مكان الى مكان، يدفنوا جنبه عهد يخدمه في العالم الاخر،
حتى المأكولات الشهية اللي كان بيحبها كانوا بيعملوها له ويحطوها له معاه. فمقبرته اعتقادا منهم ان هذا لم يمت، هذا انتقل من عالم المحيا الى العالم الاخر، الى العالم الاخر. بعد ما قبل ما بيدفنوه بيروحوا عاملين له تابوت. بعد ما خلاص بيدفنوه بيروحوا عاملين له تابوت عشان يحطوه جواه ويدفنوه بهذا التابوت. اخواننا المسيحيين بيندفنوا بالتوابيت لحد دلوقتي بالتابوت. التابوت ده ليه غطاء. ليه ايه؟ غطاء اللي هو ده. ودي الجثة. التابوت ليه غطاء، ادي غطاء التابوت. وادي الجسد، ادي الانسان المتوفي. طبعا راسه اتكسر منه، هو جايب راسه بس اتكسر منه. حاجات دي دقيقة جدا، أي عنف تعنيف فيها فبيستبدلها. ده قماش أبيض كانوا زمان بيلفوا الجسد ليه الكتان؟ لأنه مش أبيض بس، ده نصر على نصر. فكانوا بينيمون ده مغناطيس، ده التابوت بتاعه. لو ربنا وفقكم ورحتوا المتحف المصري سواء معايا او مع غيري، هتطلعوا الدور الثاني. هتلاقوا في الدور الثاني في الممشى او في الممر، هتلاقوا في الدور الثاني توت عنخ آمون. وفي مرات عرضناه، وفي مرات احترمناه، وفي مرات نقدناه. لكن يا ترى لو حاجة من دول كنا هنضيع كل الوقت ده؟ لا. يعني دول مش محتاجين ان احنا نتكلم عنهم. الاثار، الوحوش، الباربي، الاستراكه، العمله، دول مش محتاجين نتكلم عنهم. العظماء بعنوان هذا الكتاب، جبته من معرض بلد دولي للكتاب اللي كان في شهر يناير اللي فات. بعنوان العظماء، عظماء اليونان والرومان والموازنه بينهما تأليف بلوتارك. ودي صورة بلوتارك اللي على الكتاب، اللي على الكتاب الخضراء دي اللي لونها اخضر، دي صورة بلوتارك. وده مؤرخ قديم مستر هودوف، تمام؟ ده مؤرخ قديم مستر هودوف. ونحن لا نبخس الناس اشياءهم، اللي كاتب هذا الكتاب او اللي قدمه لينا الله يرحمه زميل فاضل استاذ جليل اسمه الدكتور ابو يزرع ابو يسرع عبد العظيم فرح، استاذ التاريخ القديم اليوناني الروماني كليه الاداب جامعه عين شمس. بولوتارخوس كتب ايه؟ بولوتارخوس كتب حاجه اسمها الكسندر ساكرينت، كتاب بالانجليزيه. طبعا كتب باليوناني وترجم، كتاب بالانجليزيه. دايت 323 بي سي، ريتن 75 اي سي، ترانسليتد باي جون جراند. ده عنوان الكتاب اللي كان بولوتارخوس اللي ترجمه، اللي هو جون درايدن واحد ترجمه، ترانسليتد باي جون درايدن انجليزي، ترجمه في اليونانية الى الانجليزية. واتكلم عن الكسندر ذا جريت دايت 323 اللي هو توفى، اتكلم عن وفاة الاسكندر بولوتارخوس. عايز الهدوء لو سمحتوا. بولوتارخوس اتكلم عن وفاة الاسكندر هذا الرجل في هذا الكتاب اللي توفى عام 323 قبل الميلاد. وبيقول ان الاسكندر طبعا اختلفت الاراء في وفاته، في طريقه وفاه الاسكندر. في بعض الاراء قالت ان الاسكندر توفى بالحكم، وفي البعض قال ان الاسكندر توفى بالسم. تعددت الاسباب والموت واحد. هو الاسكندر توفى في بابل العراق عند عودته من ساحل المحيط الهندي، وتوفى بالشكل الذي توفى به ايا كان. لكن بولوتارخ اكد وفاه الاسكندر بالحمى في هذا الكتاب. كمان مش بولوتارخ،
في مؤرخ ثالث اسمه أثينايوس، اسمه أثينايوس. هذا المؤرخ هذا الكتاب بتاعه، ده الكتاب بتاع أثينايوس، كتاب أثينايوس، في نسخة منه، مش عايز صوت من فضلك لو سمحت. اتكلم فيه عن أغسطس أوكتافيانوس اللي هو أغسطس اللي هو الإمبراطور الروماني أو مؤسس الإمبراطورية الرومانية أو أول إمبراطور روماني اللي اتسمى باسمه شهر أغسطس. واتكلم عن قيصر، عارفين قيصر؟ قيصر اللي تزوج الملكة كليوباترا، والمؤرخين أكدوا إن هذه الزيجة غير شرعية، وخدته في رحلة نيلية من الإسكندرية حتى أسوان وأوضة شهر، وأنجبت منه ولد سمي قيصرون للسفرية من الشعب المصري والشعب الروماني. وحدثت ثورة في روما وثورة في مصر بهذه الزيجة اللي تسببت في قلق سياسي وغيرت مجرى التاريخ في مصر. تمام؟ في عندنا آخر مؤرخ اسمه تاكتوس. تاكتوس ده مؤرخ اسمه تاكتوس. اتكلم عن الجرمان، ده الكتاب بتاعه. اتكلم عن الجرمان. ماشي؟ ودي مجموعة المؤرخين اللي أنا حبيت أجيبها لكم عشان نأكد فيها إن المؤرخين بنتناولهم بحذر نظرا لميول كاتبيها، وخدنا من أمثلة كثيرة غيرهم. هنيجي للجزء الثاني، الخطباء. الخطباء مهنة الخطابة هي مهنة الخطابة متأصلة، ليست مستحدثة بل متأصلة في مصر منذ الفراعنة. النهاردة وأنا يوم الجمعة لابس الجلابية البيضاء ورايح ماشي في الشارع، واحد سألني رايح فين؟ فبقول له رايح أحضر الخطبة. هيطرق لذيذ إن أنا رايح أحضر حضرة في الجامعة؟ طب رايح السينما؟ طب رايح أحضر الخطبة يبقى رايح فين؟ المسجد. يبقى ارتبط الخطيب بإيه؟ عند إخواننا المسيحيين القس لما بيخطب ارتبط بإيه؟ بالكنيسة. عند اليهود ارتبط بالمعبد. يبقى إذا الخطيب النهاردة أصبح من مكان. لما أقول أنا رايح أحضر للخطبة يبقى اتعرف المكان والزمان اللي أنا رايح. لكن زمان ما كانش فيه مسجد ولا كنيسة. يا ترى الخطيب ارتبط بإيه؟ السوق. ايه هو السوق؟ ايه هو السوق؟ هو المفروض ان الخطيب بيتواجد في اكبر مكان في حشد من البشر. فاختار السوق لان السوق ده بيجمع كل فئات المجتمع. كان كل قريه وكل مدينه لها يوم تخصص للسوق. هذا اليوم المخصص للسوق فيه انشطه عديده. السوق النهارده اصبح لاغراض البيع والشراء فقط. لكن السوق زمان كان لأغراض متعددة. زميلتكم دي لما تشوفني في السوق وتقول لكم ده شفت الدكتور امبارح في السوق، هيطرق لذهنكم ان انا يا اما ببيع شيء يا اما بشتري شيء، يا بيع يا شيء، مفيش ثالث. لكن كان زمان السوق لأغراض عديدة. اللي عايز يحضر الخطبة، الخطيب كان بيروح السوق. اللي عايزة تتجوز زي ما زميلتكم قالت ها، كانت تتزين وتنزل السوق عشان الشباب يروح السوق يبحثوا اللي هو مقبل على الزواج. أنا عارف إنكم بعض المحاضرة هتجروا على السوق كلكم، لكن مش هتلاقوا هذا الغرض. ماشي؟ اللي عنده عيلة ولا مرض ربنا يعافينا جميعا كان بيروح السوق للكاهن عشان يشفى. اللي كان عايز يسمع القرارات الملكية أو نبوءات الآلهة كان بيروح السوق. كان بتعلن حفلات الزواج في السوق إن فلانة تتزوج فلان. كانت حلقات البيع والشراء بتتم في السوق. كانت الالعاب والجيمنازيوم بتتم في السوق. شوف السوق فيها قد ايه؟ كل حاجه. السوق كان اغراض متعدده. النهارده بنتورى من القوم وخاصه الرجال عندما ينزلوا الاسواق. يقول لك شوف زوجته في البيت هو منزلاه يجيب هو طلبه. صح؟ مجتمع شرقي، لكن المجتمع الغربي حر. انا حر ما لم اضر. ماشي يا شباب؟
الخطباء أشهرهم شيشيرون، خطيب روماني اسمه شيشيرون. كانوا بيتكلموا في كل حاجة، احنا ممكن نروح الخطبة نلاقي الخطيب بيتكلم عن شيشيرون. في رسالتين في جامعة المنيا لأحد زملاء الدكتور السيد إبراهيم، رسالة بعنوان الفكر السياسة عند شيشيرون، ورسالة أخرى لنفس الدكتور بعنوان الفكر الاقتصادي عند شيشيرون، اللي هو مجمع كل خطب شيشيرون ومحللها. الخطيب ممكن نروح نلاقيه بيتكلم على الاقتصاد وانهيار، يبقى خطبة إيه؟ بناخدها وندخلها في التاريخ الايه؟ بيتكلم عن المجتمع وظاهرة الزواج العرفي وظاهرة الإدمان الاجتماعي، بناخدها ونضمها عن التاريخ الاجتماعي. بيتكلم عن السياسة والرئيس مرسي، خطبة سياسية وجماعة الإخوان، يبقى بنضمها لإيه؟ كذلك الخطباء زمان كانوا بيتكلموا عن جوانب متعددة من الحياة، سياسية واقتصادية واجتماعية ومدنية وثقافية، وكنا بنصنف هذه الكتب وندخلها التاريخ. الشعراء اشهرهم الشاعر الاغريقي هوميروس حرف الهاء زي هيرودوت. هوميروس اشهر كتاباته الشعريه ليه ملحمتين شهيرتين تدعى الالياذة والاوديسه. الالياذة ما تسمعش عنها؟ معروفه قوي الالياذة والاوديسه. الإلياذة والأوديسة. الأوديسة. حقهم علينا كل اللي هم عايزينه من اللغة. الإلياذة والأوديسة. للشاعر الإغريقي هوميروس. الشعر الغريب هوميروس اتكلم عن حرب طروادة في مراحل شعرية، حب يعرض أسباب وأحداث ونتائج هذه الحرب اللي بين أسبرتا وطروادة اللي استمرت 10 سنوات، اللي نتج عنها خطف ابن ملك أسبرتا لزوجة ملك طروادة وحجزها لمدة 10 سنوات عنده، وقام الحرب انتهت بتحطيم أسبرتا تحطيما كاملا والقضاء على تاريخها وعلى ذاتها وعودة زوجة ملك طروادة إلى مملكة. الشعراء ونحن نعلم جيدا كان زمان أيام الرئيس المخلوق وهو بيخطب نلاقي واحد يقول بتنشأ بنسميه شعر إيه؟ سياسي. مصنف التاريخ ايه؟ لو فتحنا على ام كلثوم في احد موجات الاذاعه وبالمناسبه كنت هنسى اقول لكم في برنامج على اذاعه صوت العرب. في برنامج على اذاعه صوت العرب يوم الخميس القادم من الساعه 3:10 للساعه 5:10 بعد الظهر، يا ريت تسمعوه. انا هكون في الاستوديو موجود معاهم، معانا وزير التعليم العالي، معانا وزير البحث العلمي، هنستضيف عميد الكلية الدكتور عبد السلام مصطفى، هنستضيف رئيس الجامعة الدكتور محمد الدكتور سيد عبد الخالق، هنستضيف هنستضيف الدكتور رفقي عشان هو منسق الجودة. طبعا البرنامج بيحتوي عدد كبير من الشخصيات، منهم اللي موجود في الاستوديو ومنهم اللي بنستعين برأيه في التليفون. فأنا والأستاذ رفعت صياد اللي هو ماسك باب في أخبار اليوم، لو هتشوفوه كل يوم سبت في أخبار اليوم اسمه باب الجامعات، صفحة كاملة بيكتبها رفعت صياد، هيبقى معايا في الاستوديو ومعايا دكتور زميل من جامعة جنوب الوادي اسمه نادر عبد الغني. التلاتة دول احنا هنبقى قاعدين في الاستوديو هنقول رأينا في تطوير التعليم والبحث العلمي. هنتكلم ده موضوع الحلقة عن تطوير التعليم والبحث العلمي. هنستضيف بعض الشخصيات زي الوزراء ووزيرة البحث العلمي ووزير التعليم العالي. هنستضيف رئيس جامعه المنصوره الدكتور سيد عبد الخالق على التليفون، هنستضيف الدكتور عبد السلام مصطفى عميد الكليه، الدكتور رفقي منسق الجوده، الدكتوره ايمان البشبيشي انا رشحت الاسماء دي،
بما انهم معنيين وكان في مؤتمر الاسبوع الماضي في الكليه عن التطوير، فيا ريت تتابعوا مساله التطوير، تطوير الساعه 3:10 بعد الظهر ل 5:10 بعد الظهر ساعتين على اذاعه صوت العرب. نعم؟ مش عارف والله. بالمناسبه نرجع لموضوعنا، نرجع لموضوعنا. نهج الجرده دي اغنيه دينيه وتمتدح فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. بنسمي ما تقوله ما تقوله ام كلثوم في هذه القصائد شعر ايه؟ ديني. بنلاقيها في موجه ثانيه بتشكو الاطلال وتقول يا فؤادي لن تسال اين الهوى كان صرحا من خيال فهوى. طبعا دي الاطلال، ده بنسميه شعر ايه؟ عاطفي. بيخش في الشعر العاطفي، بيخش في التاريخ الاجتماعي الخاص بالمجتمع بالمجتمعات، يبقى تاريخ اجتماعي ماشي وهكذا. يبقى في شعر سياسي، في شعر ديني، في شعر اجتماعي، في شعر اقتصادي، في شعر ثقافي. الشعراء كتبوا كتاباتهم الشعريه وصنفناها، وقدرنا نستقي ماده تاريخيه من كتابات الشعراء والابيات الشعريه وان كانت طفيفه نسبيا. الادباء مهنه الادب ليست مستحدثه الان ايام نجيب محفوظ في السكريه وفي النصرين، ولكن الادباء القدامى ما اكثرهم، نعم الادباء القدامى ما اكثرهم، وكتبوا الكتابات الادبيه كثيرا. ما كتبوا الكتابات الادبيه ماشي، وصنفنا كتاباتهم زي ما اتكلم نجيب محفوظ عن بين النصرين وقصر الشوق والسكريه والحاجات اللي وزدت عليها جايزة نوبل. الفلاسفة، أشهر الفلاسفة ومن الفلاسفة اليونانيون أفلاطون وأرسطو، وبعديها الفلاسفة الإسلاميين ابن رشد وابن سينا وهكذا. الكتابات الفلسفية بتعني دقة الأمر أو تفصيله، بتقول لك إيه؟ دواخل دكتوراه في فلسفة الطب. فلسفة الطب يعني شيء أكاديمي بحت دقيق. فلسفة التاريخ، دكتوراه فلسفة في التاريخ، دكتوراه الفلسفة في الهندسة، يبقى فلسفة العلم. يبقى إذا الفلسفة قال عليها أحد الكتباء إذا كانت الفلسفة أم العلوم فالتاريخ أبوها. فالفلسفة داخلة في كل مجالات العلم والمعرفة. كتاب المسرح، إحنا عارفين المسرح ده نوعين، تراجيدي وكوميدي. المسرح معين تراجيدي وكوميدي. التراجيدي حزين والكوميدي شيء كوميدي، يعني حاجة فيها ضحك وتهريج. لما نشوف مثال للمسرحيات زي المتزوجون، لما تقول له الفرخة معرفش جابها نص جنيه والقفص ب 15 جنيه، ده معناها انها بنت ارستقراطية، وده اللي بيقدم المسرح على فكره هادف. مش المسرح بيتعمل عشان نضحك، ده هو بيقدم الفكره اللي عايز يقدمها بشكل كوميدي عشان الناس تضحك والرقابه ما تحذفهاش. فيقول لك ان هي شاريه ال 50 قرش والقفص ب 15 جنيه، طبعا هو بيلطم وبعتت الفواتير عليه هو مش بيت بابا، واخدين بالكم؟ ده دليل على ان في ظاهره انتشرت في المجتمع في التوقيت ده، ظاهره الطلاق المبكر للزواج المبكر بوقت سريع وبعدد كبير. فراح عاملين مسرحيه المتزوجون لما لقى ان الولد بيبقى فقير ويقدم على بنت غنيه، يكون عندها شقه، عندها عربيه، عندها رصيد في البنك، عندها، يقول لك انا اتجوزها وهي تقبله ويبدا الحياه. ممكن يبقى هو رجل مع احترامنا للفنيين فني، وهي معاها شهاده جامعيه. ويبدأ يقعدوا يتغدوا مع بعض. تقول له تخيل هشام قنديل، الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ما شكلش الحكومه التكنوقراط اللي الشعب عايزها، يروح خابط على الترابيزه وقال والله ما انا واقف. ليه؟ ما انت عارفه ان انا ما اعرفش يعني ايه تكنوقراط. انت بتبيني لي جهلي، انت بتعرفيني يعني انك مثقفه، وتبدا الخلافات دي زي سمير غانم وشيرين، ولا شيريان؟ حافظين شيرين
شيرين شيرين. هنا بيبدا ايه المشاكل بتاعتهم. ليه؟ لان خالفوا قواعد ربنا سبحانه وتعالى. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم فوق على بعض وبما انصح. ماشي؟ يبقى اذا هنا بنسمي هذه المسرحيه بندخلها في التاريخ الاجتماعي. عندنا مدرسه المشاركين رسول الفجر بتقول على الامام المؤمن فبيقول لي 14 سنه خدمه في سنه وجات اللغه. شوفوا كلنا بنضحك واحنا عارفين هيقول ايه قبل ما يقول بنضحك. بس هو لو ما قدمهاش بشكل كلي لطلب الصلاه هو حب يقدمها عشان يبين ان المرحله التعليميه اللي بتتاخد في 3 سنوات في طلبه خدوها فين؟ 14 سنه. ده دليل على انهيار ايه؟ كده وصلت الفكره للناس. يبقى اذا المسرح هادي وبيقدمها بشكل كوميدي مضحك عشان تعدي وتلفت انظار المسؤولين ان في انهيار للتعليم وهكذا. ده الكوميدي والدرجه دي. علم دراسه الاساطير دي اخر حاجه. الاسطوره زي ما قالت سيدتكم مره الاسطوره المعروف عنها شيء الشائع عنها انها مش خيال بس وممكن تكون اكذوبه. ممكن تكون اكذوبه. لكن هي احداث حدثت بالفعل على ارض الواقع لكن تفوق استيعاب العقل البشري. زي الرسول عليه الصلاه والسلام لما ربنا سبحانه وتعالى اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى من بعد صلاه العشاء الى صلاه الفجر. في حين ان رحله الاسراء والمعراج بتستمر ايه؟ بتستمر هذه الرحله من شبه الجزيره الى الشام 3 شهور. فلما رجع في صلاه الفجر بيحكي للناس المصلين الصحابه المسلمين منهم من رسخ في قلوب الايمان ومنهم من لم يرسخ. فقال لهم انا رحت بعد صلاه العشاء رحت المسجد الاقصى وليت الجحر. فالبعض اكد هذه المقوله والبعض يجري على سيدنا ابو بكر قال له من صاحبك بيقول كذا وكذا. فسيدنا ابو بكر شك فيه في قولهم هم انهم بيقولوا على لسان الرسول قول كذب. فقال لهم اذا كان قد قال فقد صدق. يبقى اذا كان قد قال يبقى ده تشكيك في قوله المؤمن. فاذا كان قد قال وانتوا كلامكم صح عن لسانه فقد صدق. لذلك لما عرف الرسول عليه السلام رد ابو بكر الصديق لقب في هذا الموقف بالصديق ابو بكر. رحله الاسراء والمعراج حدثت بالفعل وده واقع نقسم عليه جميعا غير قابل للشك والاهتمام لكن تفوق استيعاب العقل البشري. لما نعرف القران ان واحد عامل من عمال البناء وقع من الدور ال 11 ما حصلوش حاجه. محدش هيصدق. لكن ازاي؟ وقع على سقف عربيه امتصت الصدمه اترفع للدور الثالث نزل على كوم رمله جنب العربيه. ما حصلوش حاجه. زمايله نازلين يعملوا على السلم لو طالع قالوا له روح رمله. وهو مروح طصت الميه. انا قريت الحادثه دي في القران. لو انا جيت قلت له واحد وقع من 11 وما حصلوش حاجه من غير مبررات دي محدش هيصدق. لكن لما التحليل بتاع الموقف اتعرض قدرنا نستوعبها تدخل في علم دراسه الاساطير. هنا الاسطوره بلاش دي. الدكتور احمد زويل قبل ما يكتشف جزيئات الثانيه احنا لما بنغمض رمش العين كده خلاص عدد الثانيه ما بنلحقش. ينفع نقسم المسافه بين صوابعي؟ ما ينفعش. لو قبل احمد زويل ما يجزأ الثانيه لجزيئات وقلت لكم ايه رايكم يا جماعه؟ انا هقول لكم معلومه في ربع ثانيه. تقولوا ايه الدكتور اللي بيقول ربع ثانيه؟ ده هو على ما بيقول ثانيه بتكون عدت. يجيب منين ربع ثانيه؟ لكن بعد ما الدكتور زويل نال على هذا تقسيمات جزيئات الثانيه جائزه نوبل اتاكدنا كلنا ان الثانيه اللي بتجزأها لجزيئات نقدر نستغل الربع والثلث والثلث والنص والثلاث ارباع والخمس والثلثين والثانيه بالثانيه. اللي احنا بنقول عليها ثانية خلاص عرفت. يبقى إذا بندخل هذا العلم تحت راية علم دراسة الأساطير. ولو الأساطير أكاذيب يا شباب أو خرافات ما كانوا سموها علم. ولذلك العلماء والمؤرخين سبقوه علم. علم دراسة الأساطير. العلم مفهوم يا شباب؟ يو أندرستاند؟ طيب. احنا هنكتفي بالتسجيل هذا عشان الناس حبايبنا معاد ما يروحوا وهناخد ريست ربع ساعه وهرجع لكم تاني عشان نكمل.